معانا احصاءات تاني؟ هنتكلم بقى عن كاس العالم 2014 ال 32 منتخب اللي هم المفروض هيشاركوا. تحدد منهم يمكن معظم المنتخبات تحددت باستثناء يمكن 11 منتخب بس، يعني 21 منتخب خلاص وصلوا رسميا، وفي 11 منتخب بيلعبوا الملحق. فمعنا الجدول بالكامل، كل المنتخبات اللي تأهلت عن كل قاره. يمكن عن قاره اوروبا تأهل 9 منتخبات رسميا: بلجيكا، ايطاليا، المانيا، هولندا، وسويسرا، وروسيا، والبوسنه والهرسك. البوسنه والهرسك اول مره تشارك، هو المنتخب الوحيد اللي بيحصل كاس العالم لاول مره، يعني هيكون وجه جديد طبعا، ومعاهم انجلترا واسبانيا طبعا. دول التسع منتخبات اللي تأهلوا عن قاره اوروبا. بعد كده بيجي اربع منتخبات تانيين في الملحق الاوروبي بقى من اوروبا، اللي هو اتلعبت ماتشات الذهاب بتاعته امبارح. يمكن انا برضو كاتب يعني المنتخب اللي بالاسمه الاول بالازرق ده الاقرب في رايي الشخصي للتاهل. المنتخب الثاني بالاحمر ده هيكون اقل حظوظ. البرتغال اعتقد عندها فرصه على السويد بعد الفوز 1-0. اوكرانيا فازت على فرنسا 2-0، اوكرانيا اقرب. اليونان كسبت رومانيا 3-1، وكرواتيا تعادلت مع ايسلندا خارج ملعبها سلبيا. فاعتقد الاربع منتخبات اللي هم برتغال، اوكرانيا، يونان، كرواتيا هم هيكونوا المباراه القادمه في كرواتيا. المباراه القادمه في كرواتيا بالتالي انت حطيت فرصها بالظبط، لانها تعادلت خارج ملعبها سلبيا طبعا. بعد كده بتيجي لثلاث منتخبات من امريكا الشماليه اللي هم امريكا وهندوراس وكوستاريكا. دول خلاص ضمنوا التاهل رسميا. امريكا الجنوبيه تاهل منها اربع منتخبات بصفه رسميه: الارجنتين وكولومبيا وتشيلي والاكوادور. ثم قاره اسيا تاهل اربع منتخبات ايضا رسميا: ايران وكوريا الجنوبيه واليابان واستراليا. يبقى دول كلهم المنتخبات اللي هم تاهلوا بالفعل لكاس العالم 2014. بعد كده عندنا قاره افريقيا، مباراه الملحق طبعا هتتلعب. برضو حطيت المنتخب الاقرب للتاهل في الاول باللون الازرق، والمنتخب الفرص حظوظه اقل في الاحمر. غانا بالازرق، غانا طبعا في الازرق في حظوظها اكتر من مصر. الجزائر ان شاء الله تتفوق على بوركينا فاسو. الكاميرون انا شايف فرصها اكتر من تونس شويه، وان كان برضو تونس ما زال لديها فرصه. نيجيريا طبعا بشكل كبير جدا وصلت خلاص، فازت على اثيوبيا خارج ملعبها ففرصها كبيره جدا. كوت ديفوار اقرب من السنغال للفوز 3-1 في ماتشات الذهاب في مباراه الذهاب. فدي الخمس منتخبات الافريقيه. بس افريقيا مظلومه في عدد المقاعد، وده يمكن بتصريحات بلاتر نفسه، يعني قال افريقيا المفروض يكون لها عدد مقاعد اكتر من اللي موجود حاليا. اكيد طبعا افريقيا يمكن مستواها تطور بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره، ومفترض ان عدد المقاعد يزيد شويه، لكن ده برضو هيعتمد بقى على النتائج. ممكن نوصل لما العدد يزيد لما يبقى 52 دوله من افريقيا ممكن نوصل ان شاء الله. ممكن نوصل يعني. لكن اعتقد نتائج بقى المنتخبات الافريقيه في 2014 هي اللي هتكون مقياس ان فعلا العدد ممكن يزيد بعد كده لو حققوا نتائج ايجابيه ووصلوا مراحل المنتخبات. طيب.